صباح النور. صباح النور. كيف الحال؟ تمام انتو؟ الحمد لله. أمين متحمس للفقرة الرياضية واضح. أنا وعدته بتحت الهواء إنه حيطلع. وأنا في انتظار يعني ما سيحدث. ديما ناويين إنه تتعبوني طيب. معكم مش مشكلة. قلنا إنه تقوية عضلات الفخذ بعد الكسر. عن أي كسر بنتكلم؟ هل عظمة الفخذ نفسها؟ وين الكسر اللي بنقوي عضلات الفخذ عشان نساعد في علاجه؟ هي هو الكسر بيجي بعد الفخذ هي ذات يعني من هون لهون. تمام. هاي اللي محل عم تنكسر ما عدا الورك. ساعتها هونيك يا بحطوا جبس جفصين يا بيعملوا عملية بحطوا براغي حسب نوع الكسر. وهون بيرجع إعادة تأهيل هو الكسر قديه صعب قديه بترجع مدة إعادة تأهيل أطول. نحن هون مع هذا الأساس بنقرر وأكيد بعد وصف الطبيب. حتى الركبة أعتقد جونفير يلزم يكون هناك تمارين لإعادة تأهيل الفخذ حتى ولو هناك إصابة في الركبة. هذا اللي نعرفه في رياضة كرة القدم هنا من ناحية إصابات اللاعبين. صحيح، لأنه نحن عضلات الفخذ طبعاً بيخلصوا تحت الركبة. بيخلصوا تحت الركبة مضطرين نشتغل على الركبة. وهلأ بتشوف بالتمارين الرياضية الركبة رح تتحرك أكثر شيء. طيب جان بيير، السؤال اللي دائما بنسأله في حلقاتنا التأهيلية عن الرياضة التأهيلية، بعد قديه الفترة المفروض لازمة للراحة التامة وبعدها نبتدي في التمارين اللي حنتعرف عليها اليوم؟ هلا هون بترجع للطبيب قديه بده يريح المريض وقديه بده يحط له جبس، بس عادة بحطه جبس لحدود الشهر أو شهر ونص. صحيح. إذا كان حاطط حط أضيف فضة وبراغي بيروح على العلاج الفيزيائي. ومن هونيك من بعدها نحن بعد شهرين من هدول الأخبار كلهم بنستلمه بنبلش يرجع على التمرين. يعني التمرين اللي هو لازم يحرك اجره. ممتاز. حلو. بيه؟ نكتشفه معاك تمارين؟ يلا. بس جيبني معاك. لا لا حلوات شوي. رح نبلش على البنش. رح نعتبر انه نحن قاعدين على التخت بالبيت او بالمشفى او حيلا محل بنكون نقدر نقعد بهالطريقة. شو الهدف نحن انه نقوي عضلات الفخذ؟ انه نشدهم بلا ما يتحركوا لانه بعد في وجع. كونوا لاقيين نطلب انه يعليهم ويشد ويعد للعشرة. هون رح اطلب منه يعملها 10 مرات مثل ما شايفين. عم شد عد للعشرة وانطر. هون شو بكون عم بعمل؟ عم قوي عضلات الفخذ بلا ما احرك ولا اي مفصل. لانه عادة هلا بس يحرك رح ينوجع. لانه بس يحط الجبس او الجفصين رح تقل الحركة الكاملة تبع الاجر. ونحن وجباتنا نرجع نرجعله اياها. بس يشتغل هيدي 10 مرات بطلب انه هو معلق اجره يجيب راس اصابيعه صوبه ويرجع ياخذهم بهيدي الطريقه كمان 10 مرات في حال قدر ضيانا. يعني هون شو صار؟ صار عم يعمل حركتين، بطل حركه شادد وحركه عم شغل بطة اجره. في حال عملها وكان مرتاح برجع بجيب الحبل المطاطي بحطه قدام اجري بهالطريقه وبجرب شد لقدام مثل كانه عم يدعس بنزين او فريم وبرجع لبرا شد لقدام بعد للعشرة برجع لورا. هون شو زدت على اجري؟ زدت القوة أو المقاومة تبع المغايطة لحتى يقدر يتقدم شوي شوي بالمراحل. هون شو بكون عم بعمل؟ بعدني عم قوي عضلات الفخذ من قدام. بخلص من هيدي الحركة رح انقل لقويهم من جوا. كيف رح تصير العملية؟ رح اجيب الماجيك رينج بحطها بين اجري من هون وهديها لحتى ما تفلت لأنه في اجر أضعف من اجر. رح جرب شد كمان عد للعشرة بس يصيروا 10 ارجع رخي. هون شو عم نعمل؟ نحن عم نقوي له عضلات اجريه بلا ما يتحرك بلا ما يقوم. هونيك بيكون بالعلاج الفيزيائي قايم وماشي ومتاكدين انه كل شيء تمام. بس نخلصها هيدي 10 مرات ونتاكد انه صار يعملها بشكل صحيح. واكيد يمكن هول ما ياخذوا معه نهار، نحن عم نحكي يمكن ياخذ معه شهر هيدي العمليه لحتى يقدر يشد بهالقوه، وبالاخص اذا كان الكسر قريب على الركبه. بس نخلص هيدي راح نجيب كمان حبل المطاطي الصغير لنشتغل عضلات الاجرين من ميلت برا. كنا عم نشتغل عليهم من ميلت جوا، هلا صرنا نشتغل من ميلت برا. راح نفتح بهيدي الطريقه نعد للعشرة ونسكر. نفتح بهيدي الطريقه، هيدي اكثر شيء بيعزوها لعيبه الفوتبول لانه هن بيشوطوا باجرهم، بقى بده يقووا هيدي المنطقه من اجرهم مضطرين يستعملوها. هلا هي بالنادي في مكنه بيقدر يعملها، بس نحن باعاده التاهيل ما فينا نحطه بعد على المكنه. لانه يمكن تشد هالاجر اكثر وتبرم له البرك كله وينصاب، نحن ما بدنا اياه ينصاب، نحن بدنا اياه يرجع على حياته الطبيعيه بشكل كثير صحيح. بس خلصها 10 مرات وهون بكون خلصت عم قويهم بدي بلش قوم اشتغل على الارض. كيف بدي بلش اشتغل على الارض؟ بدي قوم استعمل الستاب، بدي بلش اعلي له اياهم تدريجيا. يعني
اول شيء بنبلش له بدرجه صغيره بيطلع بالاجر المكسوره وبهدي بيرجع بينزل وبلش علي له اياها تدريجيا. يعني هلا هون عملنا 10 مرات كان كثير منيح، بنقول لوحده اعلى. هلا ثابت معنا الا البنش هون، رح نطلع البنش هون. شو بكون عم حط ضغط كثير قوي على الاجر؟ لا اقدر اطلع ارجع انزل وبنزل على الارض. هون بعد ما بلشت اتمرن بالنادي بعدني عم بتمرن عند المعالج او عند الاخصائي. بتخلص هيدي هون بصير دور امين يساعدنا. اهلا وسهلا. يلا هون بصير دور امين، رح نمرن حد امين. يلا حدك تفضل. رح نمرن اجرنا بطريقه انه نحن عم نقعد باجر وحده الاجر الصحيحه ممدوده، يعني الاجر يلي منصابه رح تكون على الارض ورح ننزل فيها بهيدي الطريقه. هذا هو. هلا بنرجع هيدي تكون طالعه، هيدي تكون طالعه وبننزل بنعملها سوا هيك وبننزل نرجع نطلع اصلا معناها فاهم شيء، هيدي هيك بتصححها نرجع نطلع. هلا امين قام فيها، نحن ضروري انه ننزل ونقوم بالاجرتين اول فتره اول 10 مرات بنرجع بنعملهم سوا. فينا نعملها امين؟ يلا يلا بس نقعد بنقوم بالاجرتين كمان عن جديد نقعد بنقوم بالاجرتين. هلا بلا كسر محتاجه تاهيل يعني. هلا اذا ما صعبها شو بنطلب منه؟ بنطلب من امين نسال امين خلي اجرك مرفوعه ورجع اطلع. برافو يلا امين. هلا في يعملها امين اكيد، امين لعيب فوتبول اخذت وقت معه بس اذا بيتمرن عليها بصير كثير لانه ما في تحميه كمان يعني صحيح. خلينا نكون انه ما في تحميه وبدا صحيح ميرسي امين صح منصفين مزبوط امين عملها فبقى المنصاب بيقدر يعملها شو ما كان به بيقدر يعملها مع الوقت. بس نخلص هدول صار كثير منيح صار بجنن اجره منيحه بجنن. شو بنعمل نحن؟ بنروح لنبلش نعمل له السكوات على ميله وحده من الستب على ميله وحده من الدرج. ليش؟ او بنشتغل له اجر اجر لحاله بلا وزن بلا اي شيء. بنشتغل عليها 10 مرات بنرجع بنبدلها كمان بنفس الطريقه لتاني اجر. هلا انت بتساليني بتقولي ليش اشتغلنا تاني اجر مع انه هي منيحه؟ ضروري الدماغ يقرا الاجرتين مثل بعض لحتى يصلحهم مثل بعض، لانه كل القصه بتجي من الدماغ ونزول. بنعملها 10 مرات بس تخلص هيدي ونكون صرنا كثير منيح بنبلش نرجع على التمرين تبع النادي بطريقه صحيحه. بس في شغله ما عملناها هي الاسترتشنج. نحن ما عملنا استرتشنج باول تمرين، هلا بدنا نعمل من اخر التمرين. اخر التمرين رح نجرب نطول عضلات فخذ من ورا، امين بيعرف هو بيعملوهم بالفوتبول عضلات فخذ من ورا لانه عاده بيقصروا هو قاعد فتره طويله. بنطول كمان العضلات من الجنب شمال ويمين واكيد اخر وحده رح نعمل عضلات الفخذ نطولهم بهيدي الطريقه. هيك بنكون خلصنا كل التمرين صار جاهز انه يروح يلعب فوتبول، يروح يتمرن بالنادي، يعمل بدويه. يعني حلو جدا وتمارين مهمه ودائما بنحب نذكر في كل الحلقات التاهيليه ان كلها لازم تتعمل باشراف الطبيب وبتعليماته كمان. تعليمات الطبيب باشراف اخصائي ضروري. صحيح صحيح. المستشار في الصحه واللياقه البدنيه جون بيير فغالي شكرا جزيلا على الفقره المهمة. شكرا لكم ان شاء الله يكونوا المشاهدين استفادوا وانتم كمان. شكرا لك جون بيير. اكيد بطبيعه الحال دائما نستفيد معك خاصه في مثل هذا النوع من التمارين.